السلام عليكم، مرحبا بكم معي في قناه شهيوات وصفات ام هبه. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله غنصاوبوا حرشه ديال اللبن، كتجي زوينه وكتجي رائعه في المذاق. اللي بغى يعرف معايا الطريقه تبع معايا الفيديو. قبل ما نبداو في الفيديو ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه اللي باقي ما مشتركش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. ندوزوا دابا لطريقه التحضير. نحتاج لهاد الحرشه، عندي هنايا معلقه كبيره ديال الزبده، عندي هنايا نص كاس ديال الزيت، ضنون ديال الدرهم خديته وانا بنكهه الفراوله، عندي هنايا بيضه، صاشي ديال السكر فاني، جوج ديال الخمارات ديال الحلوه، كاس ديال السنيده، نص لتر ديال اللبن، اولا نديرو ثلاثه الكيسان ديال اللبن. انا عندي هنايا ثلاثه الكيسان ديال اللبن، كاس العبار بالكاس ديال العنبه، وعندي هنايا 500 غرام ديال السمنه الرقيقه وقبصه ديال الملح. هيا حطيناها. بسم الله. في هذا الاناء غندير البيض. بسم الله. غنديرو كاس ديال السنيده، نزيد الزيت، نزيد الزيت، نزيد اللون، ندير السكر فاني، السكر فاني، ونخلطو. في هاد الإناء غندير السميدة، بسم الله، باش غندير نزيد عليها الزبدة، ندخل ليها الزبدة مزيان بحال هكا. غنكمل التحضير ديالي، غندير اللبن، وغنزيد عليه هاد السميدة. بسم الله. غنزيد عليه الخميرة، نخلطها مزيان حتى يتجانس ليا الخليط. بعد ما خلطتها، بعد ما خلطتها كتولي بحال هكا، كتجي بحال هكا. هذا هو القوام ديالها. كنديرو نص لتر، كيجي هو هذاك مع نص كيلو ديال السميده الرقيقه. دابا غنخليها تشرب واحد جوج دقائق بلا ما دهنت المقله ودرت ليها السميده الرقيقه، ونعاود نرجع. هذه المقله اللي غنحط فيها الحرشه ديالي، انا دهنتها بالزبده ورشيت عليها السمنه الرقيقه. دابا غنحط فيها الحرشه ديالي. بسم الله. بعد ما دازت جوج دقائق ها هي كيشربات، شربات شويه مابقاتش كي كانت في الاول. دابا غنخويها هنايا. بسم الله.
بحال هكا. نحاول ندير لها بحال هكا باش تجينا مقاده بهذه الطريقه. دابا ندخلها للفران، نشعل عليها العافيه تكون مهيله، وبلي طيب نعاودو نتلاقاو. هذه الحرشه ديالنا بعد ما طابت، دابا غنزقيها بالعسل وغنزينها هنا بالكاوكاو. عندي هنايا الكاوكاو مهرمش، وعندي هنايا العسل غنزينها به، غنخوي عليها من الفوق. بسم الله، على هذه الطريقه بحال هكا باش تشرب. ودرجت عليها الكاوكاو بحال هكا، غنزينها بحال هكا بالكاوكاو. تزين كيبقى على حسب الذوق. هذه الحرشه ديالنا، نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم. نقطع منها شويه نشوفها كيفاش جات من الداخل. بسم الله، هادي هي الحرشه ديالنا كيفاش كتكون من الداخل. كتكون خفيفه وكتجي زوينه، وكتجي زوينه حتى في المذاق. كتجي خفيفه من الداخل وهشيشه، ما كتكونش قاصحه. نتمنى تعجبكم الوصفه ديالي، الا عجبتكم الوصفه ديالي ديروا لي لايك واشتركوا في القناه اللي باقي ما مشتركش، وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.